ممكن تختلف من دمياط صناعة عسكرية للوز. اللوز اللي رسالتهم تختلف عن رسالتي العسكرية قد يكون. فأنا عايز دي برضه تظهر لي في النواتج دي. يعني لازم نعملها احنا حاطين ايه؟ لازم نعملها يعني حتى لو كده شو؟ لا 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 صفحة على الفيس. خمس مجالات أساسية، كل مجال له عدة معايير. المجال الأول الفهم العالم المنظور مكان، المجال الثاني النسب الطبيعية، المجال الثالث النسب البشرية، المجال الرابع الفئة والمجتمع والثقافة، المجال الخامس القيمة النفعية للفقراء. دول هنلاقيهم في أول الدنيا. مطبوعة مش مطبوعة. لا مش القيمة النفعية للفقراء. دول خمس مجالات في أولى وثانية وثالثة ثانوي. اي غلط من قول تاني تالتة ثانوي هتبقى محطوطة الخمس مجالات دول. ارجو وراك هيفتح كل المعايير. هيفتح على كل المعايير وعليك المعايير. طب التاريخ احنا قلنا مجالين بس. التاريخ قول تاني في بعض المعايير كتير واضحة أول لسه هقول اعدادي. انا قلت دلوقتي الثانوي خلاص اللي ممكن يتوه. يعني انا عندنا في التعليم الفني هتلاقوا نصوصهم البشريه واضحه جدا. يعني ده اللي بيدرس ايه علاقه البيئه الطبيعيه بالانشطه الاقتصاديه ضمن المعايير اللي فيها. هتلاقوا القيمه التفعيليه للجغرافيا كمجال الثانوي العامه موجود في التعليم الفني. طيب بالنسبة للتاريخ كل مجالين أساسيين، كل مجال بيحتوي على خمس معايير أولى وثانية وثالثة ثانوي. مجالين أساسيين في التاريخ اللي هو التفكير والفهم التاريخي، وكل مجال له خمسة. طب نيجي بقى نيجي للتجربة الوطنية الأولى. المجال الأول القوة والسلطة والحكم. قوة السلطة والحكم. المجال هي ما إيه؟ المعيار بتاعه إيه؟ فهم الطالب الحاجة إلى القوانين وتنظيم المجتمع الطبيعي. هتلاقوا في الجزء بتاع التجربة المجال الثاني في التجربة الوطنية قيمة الوطنة وممارستها. قيمة الوطنة وممارستها. يبقى ده كده إيه؟ أولى إعدادي. ده تاني إعدادي. الجغرافيا زي ما احنا المجال الأول فهم العالم المنظور المكاني. الثاني النصب الطبيعية. الثالث جاب النصب البشريه بقى فيه. النصب البشريه تاني. تاني. ده العالم المنظور مكاني. طبعا دي غرفة الوطن العربي. غرفة الوطن العربي. فاهم العالم المنظور مكاني. المجال التاني النصب الطبيعية. المجال التالت النصب البشرية. الرابع البيئة. والآن البيئة والمجتمع. المجال الخامس القيمة التفاعلية للجغرافيا. كده القيمة التفاعلية للجغرافيا. خمس مجالات ثانية إعدادي. أقول ثاني. في بقى التجارب كلها تختلف شوية. يعني ما عندهمش قوة وجبال. في ثانية إعدادي عندهم إيه؟ الديمقراطية. يبقى المجال الأول في التربية الوطنية في ثانية الديمقراطية. فاهم المبادئ بقى الأساسية اللي بتسمى الديمقراطية. المجال الثاني المواطنة. المواطنة. يبقى التربية الوطنية في ثانية مجالين. الديمقراطية والمواطنة.